هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الحاسوب، الجزء الأول، الصف الثامن، الوحدة الأولى، الدرس الثاني. مكونات الحاسوب الداخلية. إن المكونات المادية لجهاز الحاسوب هي التي يمكن رؤيتها ولمسها، ومنها ما هو خارجي مثل الشاشة ولوحة المفاتيح، وهنالك مكونات داخلية لها دور كبير في عمل جهاز الحاسوب، وتوجد داخل صندوق يسمى وحدة النظام بين قوسين System Unit، وهو الإطار الخارجي التي تحفظ داخله مكونات الحاسوب الداخلية كما في الشكل 1-3 المعدات الداخلية لجهاز الحاسوب. وفي هذا الدرس سنلقي الضوء على بعض هذه المعدات. أولاً، وحدة المعالجة المركزية بين قوسين Central Processing Unit CPU هي بمنزلة الدماغ لجهاز الحاسوب، حيث تتولى مهمة معالجة البيانات وإعطاء النتائج. وفيما يأتي وظائف وحدة المعالجة المركزية: 1- إجراء العمليات الحسابية والمنطقية، 2- قراءة البرامج وتفسيرها، 3- التحكم في نقل البيانات عن طريق وحدات الحاسوب، 4- التحكم في عمل أجزاء الحاسوب الأخرى. وتسمى هذه الوحدة في الحواسيب الشخصية المعالج المصغر بين قوسين الميكروي بين قوسين مايكرو بروسيسر، وتعتمد سرعة الحواسيب وقدرتها على نوع المعالج الميكروي المستخدم فيها وحداثته. ومن أشهر أمثلتها معالج بين قوسين انتل كور i7 الذي يظهر في الشكل 1-14، وهناك أنواع أخرى مثل بين قوسين AMD وبين قوسين سايكرس وغيرها. ومن العوامل المؤثرة في أداء المعالج: 1- سرعة المعالج، ويقصد بها عدد العمليات التي يمكن للمعالج القيام بها في الثانية، وتقاس بوحدة هيرتز بين قوسين هيرتز. وقد تضاعفت السرعات على نحو كبير، فأصبحت تقاس حاليا بالجيجا هيرتز بين قوسين GHZ. 2- عدد الأنوية كورز. كانت المعالجات فيما مضى تحتوي مركزا واحدا لمعالجة الأوامر يسمى النواة، وحاليا أصبحت المعالجات تحتوي أكثر من مركز بين قوسين متعددة الأنوية، مما يتيح أداء أعلى عند معالجة أكثر من عملية واحدة في الوقت نفسه. ويظهر الشكل 1-15 معالجا ذا نواتين، الشكل 1-15 معالج ثنائي النواة. ويمكن تشبيه مفهوم تعدد الأنوية بالطائرات المزودة بمحرك واحد أو محركين أو 4 محركات، فكلما زاد عدد المحركات زادت قوة الطائرة وسرعتها. 3- ذاكرة الكاش بين قوسين كاش ميموري هي ذاكرة مؤقتة وسريعة توجد داخل المعالج أو خارجه، تحتفظ بالبيانات التي طلبها المستخدم مرات عدة، فتوفر الوقت المهدور في انتظار وصول البيانات من الذاكرة الرئيسة. وكلما كان حجم ذاكرة الكاش أكبر إلى حد معين تحسن أداء المعالج. ابحث بالتعاون مع أفراد مجموعتك، ابحث عن أنواع ذاكرة الكاش كاش ميموري وأثر كل منها في سرعة المعالج، واعرض ما تتوصل إليه أمام طلاب صفك. 2- الذاكرة الرئيسة بين قوسين ميم ميموري. ترتبط الذاكرة ارتباطا وثيقة بوحدة المعالجة المركزية، ومع ذلك فإنها لا تعد جزءا منها. أما وظيفتها الرئيسة فتتمثل في الاحتفاظ بالبيانات
التي ستعالجها وحدة المعالجة المركزية والبرامج اللازمة لمعالجتها ونتائج الحسابات والمخرجات بعد معالجتها. وللذاكرة الرئيسة نوعان هما بين قوسين رام وبين قوسين روم كما في الشكل 1.16، ذاكرة الوصول العشوائي رام، ذاكرة القراءة فقط روم. الشكل 1.16 أنواع الذاكرة. ولكل نوع من أنواع الذاكرة خصائص تمكنه من القيام بوظائفه، ويوضح الشكل 1.17 الفرق بين أنواع الذاكرة. ذاكرة القراءة فقط Read Only Memory روم تحتفظ بالتعليمات اللازمة لعمل جهاز الحاسوب حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي، لا يمكن تغيير محتوياتها من قبل المستخدم، يخزن عليها من قبل الشركة المصنعة. ذاكرة الوصول العشوائي Random Access Memory RAM يمكن الكتابة عليها وتغيير محتوياتها، تفقد محتوياتها عند انقطاع التيار الكهربائي عن جهاز الحاسوب، تحمل عليها نسخة من نظام التشغيل والبرامج والملفات التي يعمل عليها المستخدم. وعموماً فإن سعة ذاكرة الوصول العشوائي بين قوسين رام تعد عاملاً مهماً في قدرة الحاسوب على معالجة البيانات، فكلما زادت سعتها زادت قدرة الحاسوب على معالجة البيانات. وتقاس سعة الذاكرة الرئيسة بوحدة البايت التي يمكن استخدامها لتمثل حرفاً أو رمزاً واحداً، ويعرض الجدول 1.1 بعضاً من مضاعفات هذه الوحدة بايت، علماً أن كل بايت يتكون من 8 بت، وهي أصغر وحدة قياس وتأخذ قيمة 0 أو 1. الجدول 1.1 وحدات قياس سعة التخزين ومضاعفاتها، كيلو بايت يساوي 1024 بايت، ميجا بايت يساوي 1024 كيلو بايت، جيجا بايت يساوي 1024 ميجا بايت، تيرا بايت يساوي 1024 جيجا بايت. فعلى سبيل المثال عندما تكون سعة الذاكرة في حاسوب ما 64 ميجا بايت، فإن هذا يعني أنها قادرة على تخزين 64 مليون حرف أو رمز تقريبا. ناقش بالتعاون مع أفراد مجموعتك، ناقش العبارة الآتية: ينصح المستخدم في أثناء استخدامه الحاسوب بحفظ عمله أولا بأول على فترات زمنية متقاربة على إحدى وسائط التخزين الثانوية كالقرص الصلب. ثالثا اللوحة الأم بين قوسين motherboard تعد اللوحة الأم القطعة الإلكترونية الرئيسة في جهاز الحاسوب، فإن قطع جهاز الحاسوب الداخلية والخارجية توصل بها، ويكمن دورها في ربط قطع الحاسوب بعضها مع بعض وتنظيم عملية الاتصال بينها، وتؤثر جودة اللوحة الأم في سرعة جهاز الحاسوب. فالحاسوب المزود بلوحة أم ذات جودة عالية يكون أسرع من جهاز ذي لوحة أم أقل جودة، حتى لو كانت المكونات الأخرى مثل بين قوسين الذاكرة العشوائية والمعالج وغيرها متماثلة. وعادة ما تكون اللوحات الأم جميعها على شكل مربع أو مستطيل ولها حجوم مختلفة كما في الشكل الآتي 1.18. يبين اللوحة الأم. ناقش بالتعاون مع أفراد مجموعتك، ناقش زملائك في المجموعة في سبب تسمية اللوحة الأم بهذا الاسم ومتى تكون أكثر جودة. رابعا بطاقة العرض بين قوسين Display Adapter هي بطاقة تحتوي دوائر إلكترونية خاصة بمعالجة الرسوم والصور، إذ أنها تحول المعلومات في الذاكرة إلى صور تعرضها على الشاشة وتركب على اللوحة الأم وقد تكون مدمجة فيها. ولهذه البطاقة معالج وذاكرة خاصان بها
للقيام بعمليات المعالجة المطلوب تنفيذها. وتعتمد دقة بطاقة العرض بين قوسين resolution على حجم ذاكرة بطاقة العرض، وهي من الأمور المهمة التي يعتمد عليها وضوح النصوص والصور المعروضة على الشاشة، فكلما كانت الدقة أعلى كانت الصورة أوضح. ويبين الشكل 1.19 أحد أنواع بطاقات العرض. ابحث بالتعاون مع أفراد مجموعتك، ابحث عن مواصفات الذاكرة وبطاقة العرض ووحدة المعالجة المتوفرة حالياً في الأسواق، وبين أثر ذلك في سعر الأجهزة، وناقش زملائك في النتائج التي تتوصل إليها. النشاط 1.3 المعدات وجهاز الحاسوب. بالتعاون مع أفراد مجموعتك، أكمل الجدول الآتي الذي يلخص معلومات عن معدات جهاز الحاسوب التي تعلمتها في أثناء الدرس. المعدات العمود الأول، وظيفتها العمود الثاني، العوامل المؤثرة في أدائها العمود الثالث، أثرها في أداء الجهاز العمود الرابع. المعدات وحدة المعالجة المركزية، ذاكرة الوصول العشوائي، بطاقة العرض، اللوحة الأم. أسئلة الدرس 1. كم حرفاً يمكن تخزينه في ذاكرة رام سعتها 256 ميجا بايت؟ 2. عدد وظائف وحدة المعالجة المركزية. 3. ما العوامل المؤثرة في أداء وحدة المعالجة المركزية؟ 4. وضح الفرق بين أنواع الذاكرة الرئيسة. انتهى الدرس.